السلام عليكم اعزائي الصف الخامس الاعدادي ان شاء الله اليوم عندنا من قواعد الوحده الخامسه هو asking for يعني طلب شنو طلب النصيحه and giving advice او اعطاء النصيحه طلب النصيحه او اعطاء النصيحه or opinions opinions معناها الاراء يعني تشبه النصيحة، من واحد يقول لي شنو رأيك بهذا الأمر؟ فهسه شنو القواعد اللي نستخدمها لطلب وإعطاء النصيحة أو الآراء؟ عندنا ملاحظة يوز استخدم، should، استخدم should اللي هي مثلا شنو معناها؟ ينبغي to ask لتسأل for advice لتسأل عن نصيحة or an opinion أو رأي. شوف هسه هذا المثال Should I go to Egypt to study? هل ينبغي علي أن أذهب إلى مصر لأدرس؟ هاي شوف طلب نصيحة أو رأي Should شوف جتي بالبداية و I go to Egypt to study زين عندنا طريقة لخ What do you think I should do? هم نفس الشيء ده أطلب نصيحة أو رأي What do you think I should do? يعني هاي هم اه طريقة لوخ لشنو طاب بالرأي رأي أو النصيحة زين ملاحظة أخرى يوز استخدم any of these استخدم واحدة من هذه to give advice لتعطي النصيحة ليش طلب النصيحة هاي شنو لإعطاء النصيحة نستخدم شود مثال I think أنا أعتقد you should study أنت ينبغي عليك أن شنو تدرس at home مثلا I should I think you should work شنو at home شوف هاي هنا ورا should يجي فعل شنو مجرد واضح وعندنا I think اعتقد هذا مثال يعطيك التركيبة لشنو اعطاء النصيحة I think you should study at home زين او مثلا I think you should buy a new house انا اعتقد أن عليك أو ينبغي عليك أن تشتري بيتاً جديداً، هذه هم يدي يعطي، يعطي النصيحه أسلوب آخر لإعطاء النصيحة هي صيغة الأمر الإمبيراتيف، يعني الجملة تبدأ بفعل مجرد. Go to Egypt، اذهب إلى مصر if you think إذا كنت إذا أنت تعتقد you will enjoy it، إذا تعتقد أنك سوف تستمتع بهذا ذهابك. فشنو؟ نستخدم صيغة الأمر واضح؟ مثلا واحد شو اسمه؟ ضايج فاذا اعطيه نصيحه بصيغه الامر شو اقول له؟ اقول له واتش تي في، شاهد التلفاز، مو اف يو ار بورد اذا انت قاعد تشعر بالملل، زين، الصيغه الاخرى ايضا نستخدمها لاعطاء النصيحه، why don't you مثلا مثال، why don't you study in Iraq؟ لماذا لا تدرس في العراق؟ هاي شنو؟ اعطي نصيحه، هاي مو طلب نصيحه، زين عندنا الاسلوب الاخر if I were you تقول شلون الاي اخذت where مو واز الاكثر شيوعا بهذه القاعده نستخدم if واي وير ما نستخدم الواز مو دائما هاي القاعده بالتحديد if I were you لو كنت مكانك I would شوف هسه راح نكملها مثال if I were you لو كنت مكانك I would study لدرست at home لدرست شنو؟ في المنزل زين فشفت هسه القاعده if I were you اللي هي اعطاء النصيحه I would study if I were you I would مثلا travel to لندن لسافرت الى لندن يعني لشيء معين زين ملاحظه note if I were you is more common يقول لك هذا الاسلوب مال if I were مو واز اكثر شيوعا than if I was يو واضح لهنا انتهينا من موضوع ال giving advice or opinion or asking for advice or opinion واضح فإذا إن شاء الله عندكم سؤال عن هاي القواعد تشوفوا هاي بالجرين حدد لك اياها بالاخضر فتبين ذني اساليب لاعطاء وطلب النصيحة لازم تقراها كم مره حتى تقدر تكتهمها وتبحث بالانترنت على مزيد من الامثله وان شاء الله راح ناخذ تطبيقات اكثر شلون تجينا بالامتحان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته